هاي يا مامي، عايزة أفرجكم النهاردة على فلاش كاردز بتاعة الكاونتينج اللي بستعملها مع ولادي. بنتي عندها 2 سنين ونص وابني عنده 4. شوية تشالنجينج لبنتي اللي عندها 2 سنين ونص، بس هي بتعمل من تعرف من 0 لـ5. الفلاش كاردز ديت بنستعمل فيها الكليب أو المشبك. أنا بستعمل الخشب مع ابني، شوية بيبقى جامد شوية بستعمل بلاستيك مع بنوتي صغيرة. الفلاش كارد دي بتعمل كوفرنج من رقم 1 لرقم 10، وفي كارتين زيادة رقم 3 ورقم 4. لما بيجي استعملهم مع اولادي، طبعا الاولاد بيتعلموا كلمة وبيتعلموا رقم كمان. مثلا بقول لهم في كام اكتوبس، 1 2، فين 2، لو قالت غلط شاورت غلط بقول لها فين 2 مش ديت. دايما مش برد، يعني مش بسهل لهم وبرد على اقول لهم الاجابه الصح، بحاول ان هما اللي يعملوها حتى لو غلطوا. ولما بتلاقي الرقم الصح بتشبك المشبك في الناحيه الارقام اللي صح and so on. زي ما انتم شايفين الفلاش كاردز ديت بتيجي برينج علشان ما تتبعترش، بس I do recommend انه انتم لما تستعملوها مع اولادكم تشيلوها من الرينج، بحيث ان كل فلاش كارد يكون عندها كليب سيبريت. زي ما انتم شايفين دي الاربعه الشارك. الفلاش كارد دي كلها عن السي انيمالز، فالاولاد بيتعلموا مش بس نمبرز، بيتعلموا كمان كلمات. ديت كل الفلاش كاردز الاشكال. و thanks for watching.